دكتورة أمنة نصير معنا على الهواء مباشرة، أستاذة العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بفرع جامعة الأزهر بالإسكندرية، وطبعا عضو مجلس النواب. أهلا بيك دكتورة أمنة. أهلا بيك وبالمشاهد الكريم. يعني دكتورة أمنة، من الواضح أنه في عدد كبير من القضايا التي تثير جدل واسع، خاصة فيما يخص قانون أو ما يعرف بمادة ازدراء الأديان، واللي العديد من يعني يقفون وخبراء حقوق الإنسان بيروا بأنها ترسانة من ما يحاول تقييد حقوق الإنسان والحريات. حضرتك شايفة ازاي هذه المادة وهذا الرأي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا المادة هي ملحقة بمادة 98 واو. صحيح. هذه المادة وجدت عندما كانت احداث الزاوية الحمراء، وأرجو من الله ألا تتكرر، وحتى هذه البوادر التي أسمع عنها في صعيدنا في المنيا أنا بأسف لها كل الأسف. حضرتك شفتي إزاي ما حدث في المنيا؟ نتحدث عن أن هناك سيدة تم تجريدها من ملابسها على إثر شائعة بتقول بأن ابنها على علاقة بسيدة مسلمة، ويعني 300 واحد يروحوا ويجردوها من ملابسها كما يعني ولدتها أمها. هل هذا الكلام حقيقي ولا إشاعة؟ من الواضح أن هذا الكلام حقيقي، خاصة بأنه صدر بيان من مطران الأقباط الأرثوذكس في المنيا أبو قرقاص. فمن الواضح أن هذا الكلام صحيح، ولكنه طبعا قيد التحقيق من قبل الجهات المعنية. طبعا أنا بأسف كل الأسف أن يكون لسه بيننا هذا النوع من الشراسة في السلوكيات والرفض عندما نرفض، ويعني ده سلوك غير متحضر ولا يليق. حتى لو حدث خطأ أو علاقة ما، أنا الموضوع بتفاصيله الدقيقة لا أعرفه، إن يكون بالتأني، يكون بالقانون، يكون بمعرفة الحقائق ووضعها في نصابها. لكن أنا مش قادر أفهم، وخاصة برضو في المنيا دي أحداث متكررة للأسف في هذه القضية. يعني دكتورة أمنة، على مدار بعد الثورة على طول، على مدار الخمس سنين اللي فاتت، بنسمع عن عدد كبير من أحداث مماثلة وبيتم تدخل فيها. نعم هي متكررة. نعم هي متكررة، سواء في عملية اللي أستعرف كلمة الشرف في الصعيد، كلمة لا حادة جدا ولها أبسط شيء يشعل النار فيها، وتشعل أكثر إذا كانت بين المسلم والمسيحي، لأن في خلفيات أنا بأسف وحزينة أنها موجودة في بلادنا التي لم نكن نعرفها. يعني أنا في طفولتي لم كناش نعرف هذا الكلام، إنما الهجرة لكثير لملايين من الشعب المصري من هذه المناطق، وعادت بثقافات مختلفة عما ألفناه في حياتنا، بأن أنا لا أشعر بأي ضغينة ولا بأي كراهية للمختلف معي، وخاصة أنا كمسلمة. ده أنا جزء من عقيدتي إن أنا أؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين السابقين، فما عنديش غضب، بالعكس أنا دايما أقول ده الجزء من عقيدتي ودول أهلي. فلماذا كل هذه الحساسية من أبسط إشاعة أو أبسط جملة تطلق على أي أحد وتقابل بهذا النوع الذي سمعته؟ وأنا بأسف له كل الأسف. يعني دكتورة أمنة، ده دايما بيرجعنا